الشيخ اللي في الشارع ده يا عبد الله. الموسم ده بيعتمد عليه ناس كتير فعلا، بالنسبة اللي شغال فيه، للي زارعه، للمعلم، للعربية، للشيال، لجميع كل حاجة. ناس ياما فاتح بيوت كتير. نازله بجيب بطيخ عشان الجو الحر اللي احنا فيه ده، درجه الحراره تقريبا فوق ال 42. الحراره بتعلى طبعا، لازم بتاكل بطيخ، تاكل شمام، تاكل خيار، عشان بيزود نسبه الميه في جسمك، وفي نفس الوقت كويس يعني للجسم، بيعمل ليونه لعضلات الميه طبعا. كورونا مش مؤثرة على البطيخ في حاجة، انت ممكن ب 10 جنيه تشتري بطيخ او 15 جنيه تشتري بطيخ، ارخص حاجة البطيخ. مصر كلها بتجيب بطيخ، لازم تجيب بطيخ في الصيف. ليه؟ ده يعتبر اقل حاجه وارخص حاجه. اما تبقى بطيخه ب 25 جنيه وياكلوها 6 افراد، حلوه قوي 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 قوي، كويسه جدا.